السلام عليكم واهلا بكم من جديد على قناتكم قناة نبض المعلومات على اليوتيوب. ان شاء الله النهارده يا شباب هنشرح حاجه مهمه جدا جدا، وهي ازاي نقدر نحول من الاصدار الجديد او نرجع للاصدار القديم بتاع بلوجر. طيب، في حاجه مهمه جدا عايز اذكرها لحضرتك، انك لازم تخلي بالك منها كويس جدا في الشرح النهارده. الاعدادات القديمه اللي انت كنت ضايفها على بلوجر دلوقتي اصبحت مش موجودة على الاصدار الجديد، يعني كل واحد كان عامل اعدادات معينة على الاصدار القديم مش هيلاقيها مطبقة على الاصدار الجديد. ازاي؟ ده اللي هنشوفه النهاردة في موضوعنا النهاردة ودرسنا النهاردة. ولكن قبل ما نخش في موضوع النهاردة شباب، دايما بذكرك لو انت اول مرة شوفنا النهاردة وشوف قناتنا قناة نبض المعلومات، بدعوك بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس، مهمة جدا عشان يوصلك كل جديد حصري ومفيد على قناتنا قناة نبض المعلومات على اليوتيوب. نخش باختصار شديد يا شباب على الموضوع. اولا انت الاصدار الجديد اللي هم حدثوه، شركة جوجل اللي حدثت المنصة بتاعتها بتاعت بلوجر، كل المواقع او كل المدونات اللي موجودة على المنصة دي دلوقتي اصبحت شبه ان هي كل المواقع تقع، او مش شبه، هي اصلا معظم الناس مش واخدة بالها ان في حاجة اتغيرت كبيرة جدا ومهمة جدا في الارشفة بتاعت الموقع. طيب ازاي اقدر ارجع الاول على الاصدار القديم بحيث ان انا اخد المعلومات اللي انا كنت ضايفها في الاصدار القديم واضيفها على الاصدار الجديد؟ ده اللي هنشوفه النهاردة في موضوعنا النهاردة. طيب يا شباب، خلينا اول حاجة ندخل على بلوجر ونشوف ايه اللي حصل وايه اللي تم في بلوجر. دي التحديث ده طبعا اديله ما يقرب عن شهر او اقل من شهر، اللي هو انطلقوا بالاصدار الجديد بتاع بلوجر، على ما اعتقد ان هو شهر او اكتر او اقل، ما اعرفش. ولكن انا اللي لاحظته ان في حاجات غريبة جدا وناس مش منتبه ليها جدا، لان في حاجة لو انت عملت موضوع مثلا زي كده هتلاقيه مش مؤرشف على جوجل، مهما لو انت مثلا ضيفه بقالك اسبوع، لو رجعت كده عليه ورحت فحصته على طبعا ادوات مشرف الموقع مش هتلاقي ان الرابط مؤرشف بتاع المقاله بتاعتك. طب ده يرجع لايه؟ يرجع للاعدادات اللي اتغيرت. لو احنا لاحظنا كده شباب ودخلنا على الاعدادات، ده الاصدار الجديد زي ما احنا شايفين كده، ولو دخلنا كده بكل بساطه على الاصدار الجديد هنلاقي اول حاجه انت بتفتقدها اللي هي الروبوتكس، ملف الروبوتكس مش هتلاقيه، تمام. اعدادات تاني اللي هي علامات صفحات رؤوس الصفحه والبحث، زي ما احنا شايفين كده مفيش حاجة متعلمة، كل حاجة ملغية، حاجات كتيرة جدا. عندك ملف الادس بتاع الجوجل ادسس مش موجود، تمام. المفروض كل الاعدادات دي ان انت كنت ضايفها اولا على الاصدار القديم. دلوقتي لما هم عملوا الاصدار الجديد وحدثوا الاصدار، هتلاقي كل البيانات اللي انت كنت ضايفها، مش هتلاقي بس غير اسم الموقع، لو لاحظنا كده هتلاقيها فوق اهي اسم الموقع، حتى الوصف مش موجود. لانه لاحظنا كده شباب لو نزلنا مثلا على الوصف، ندور بس على الوصف، الوصف اهو مفيش حاجة مكتوبة على الوصف المدونة بتاعتك. طيب ازاي اقدر احل المشكلة ديت، وازاي اقدر استرجع المعلومات القديمة؟ بكل بساطة هنيجي نفتح خانة جديدة، تمام. اولا يا شباب ان هتروح بس كده على المدونة، هتلاقي ان شاء الله رابط المقالة اسفل الفيديو في الديسكريبشن، تفتح الموقع بتاعنا بالشكل ده، هتدخل على المدونة زي ما احنا شايفين كده، نعمل لك تدوينة طريقة الرجوع لاصدار بلوجر القديم. هتنزل تحت كده، انصحك تقرأ المقالة دي كويس جدا لان فيها حاجات وفيها معلومات كتيرة جدا انا مش هذكرها في الفيديو، ولكن انا باختصار شديد انا بعمل لك الفيديو عشان موضوع الفيديو ما يطولش. انا بنصحك انك تقرا المعلومات دي لانها مفيده جدا ليك، تمام. كده شباب هتيجي تاخد الكود او الرابط ده نسخ زي ما احنا شايفين كده، عشان نرجع للاصدار القديم هناخد الرابط ده نسخ كده. كل اللي ما عليك ان انت هتغير النجمه اللي موجوده معانا، اللي حمرا اللي موجوده هنا يا شباب اهي اللي هي بعد يساوي، لو لاحظنا كده هي موجوده في الكود هنا في الرابط اللي احنا خدناه نسخ، اللي هي معلومة معمول عليها علامة نجمة. لو فتحنا كده هناخد صفحة جديدة ونضيف الرابط معنا بالشكل ده، وبعد كده هنرجع على المدونة بتاعتنا. طيب هناخد ايه؟ هناخد 19 رقم اللي موجود معنا هنا، الاي دي بتاع المدونة بتاعتنا، كل واحد ليه اي دي معين، مينفعش تاخد الاي دي بتاعه وتروح تضيفه على الرابط هنا مكان النجمة، ولكن عشان
مش هينفع. تمام، لازم كل واحد ليه اي دي معين، زي ما احنا شايفين كده انا ليه اي دي 19 رقم معين. بتفتح القائمه الرئيسيه بتاعه الاعدادات بتاعه المجرنا بتاعتنا بالشكل ده، هتلاقي 19 رقم موجودين عندنا فوق في الرابط، هناخدهم نسخ بالشكل ده ونرجع على الرابط اللي احنا خدناه من المدونه بتاعتنا. هنيجي عند علامه النجمه اللي موجوده هنا عند علامه يساوي دي، هنعلم عليها كده ونستبدلها بالكود اللي انا قلته لحضرتك، الكود اللي انت الخاص بيك بتاع الاي دي بتاع الموقع والمدونه بتاعتك. بعد كده بتعمل كده انتر، على طول بيفتح لك الاصدار القديم زي ما احنا شايفين كده، ده الاصدار القديم بتاع المدونه اللي كنت انت المفروض عليها قبل الاصدار القديم. هتيجي تفتح الاعدادات بالشكل ده، وبعد كده هتاخد كل الاعدادات اللي انت كنت ضايفها، سواء كان وصف، سواء كان ملف روبوتكس، سواء كان اي حاجه انت كنت ضايفها هنا هتلاقيها موجوده، هتاخدها نسخ وتروح تحطها في الاصدار الجديد زي ما كنت ضايفها في الاصدار القديم، وتعمل حفظ وكده عشان بس ما تفقدش زيارات ولا تفقد ارشفه على الموقع بتاعك. تمام كده شباب، ده كان شرحنا النهارده، شرح سريع جدا، انا اسف جدا عشان الموضوع قدمته بصوره سريعه عشان بس تكون الناس فاهمه وخدت لك ومعلومه كويسه جدا عشان تقدر تفيدك لو انت من متابعين او على منصه بلوجر. لازم تاخد بالك من القصه دي كويس جدا، لانها مهمه جدا انك تاخد الاعدادات القديمه اللي انت كنت بضابطها على بلوجر وترجع تضيفها على الاعدادات او الاصدار الجديد، لانها مش موجوده وهتفقد زيارات كتيرة جدا لو ما لحقتش المدونة بتاعتك وتظبطها بالاعدادات القديمة اللي انت كنت عليها في الاول. ده كان موضوعنا النهاردة وشرحنا النهاردة شباب. ما تنسوناش بلايك الفيديو، احنا بنتعب كتير جدا عشان نقدم لك معلومة مفيدة ليك عشان تفيدك في سواء كان في عملك او في اي حاجة احنا بنقدمها على قناتكم قناة نبدأ معنات على اليوتيوب. ولو انت اول مرة تشوفنا النهاردة ما تنساش تضغط لايك الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد حصري ومفيد على قناتنا قناة نبدأ المعلومات على اليوتيوب. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.